يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجهة البحرية والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجهة البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 32 الصغرى 23، اسكندريه 30-24، مطروح 30-23، بورسعيد 31-25، اسماعيليه 34-22 وجوها حار. بالنسبه للسويس 33-23، العريش 30-23، طابا 34-26، شرم الشيخ 36-29، الغردقه 35-27 وجوها ايضا حار. الاقصر 38-27، اسوان 39-28، الوادي الجديد 38-25، شلاتين 36-27، حلايب 34-26 وجوها ايضا حار. والان نستعرض معكم درجات الحراره المتوقعه غدا في عدد من العواصم والمدن العربيه والعالميه.